لا بالغالب يا مستولي، انت هسه عواكم مستوفي عمود مكه على باب. اصلا هم يدون الفشل، هم يدون فشل التعليم. هسه وزاره التربيه عدت خطتها للعام الجديد مثل العام الماضي، نص السنه وماكو كتب. هذا الفشل قبل عندنا هي درجه رسوب، هم يدون الطالب يفشل وهم حقهم. وين يودون الشهادات هاي؟ يا تجي شهادات مزوره من برا ولا اهل البيت، وين يدون شهادتهم؟ وين يودون؟ وين يدون درجات وظيفيه؟ ماكو الناس الظاهر ساعه الظاهر يدون وظائف، ماكو. والكتب ما عنده وظيفه اخي. هسه بقى المواطن مثل 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 جثه عامده بس النفس مثل الطاقه. عم يدون فشل كل مواطن الدوله، مو بس التربيه والتعليم، ما خلوا شيء يتبع عليهم. هذا الفشل يردون هم مقصود من ايران ولا من غير ايران. عمي ما عندنا رجال دوله يقود الدوله، لا تربيه ولا تعليم. وزير التربيه شعد شعدنا خطه. هاي الدروس الخارجيه شنو عنوانها؟ المدارس الاهليه، الكليات الاهليه، منين يجيبون هالدرجات الوظيفيه يا ناصر؟ بلد دمر، لبنان تطبع شاهد مزاره تجيب، برلمانيه شاهدهم مدوره، وزراء شاهدهم مدوره، لابن الخاله وابن العمه والمواطن من بحاله وذا سقط في جهنم. جاد يقرا ويذب كل جهده وكاتل الجوع وكاتل الحر وكاتل الفقر ويقرا ويجيب معدلات عليهم ما له شيء. لو حصل له ما حد، لو ما حصل له ما حد. هذا المقصود، هذا المطلوب عمي. عمي ترى ما تستجيب الدوله، ما تستجيب. بالعكس هذا كله ارتاح بس هم يدون فشل الطالب. فشلوا ما خلوا. شوف من جاء قوات الاحتلال، جت اول ما سقطت المؤسسه العسكريه والاعلام والتربيه والتعليم اجت اليوم بالعراق. فسد عندنا المعمم مع الاسف احترام الطيبين، فسدوا الدين وفسدوا التربيه والتعليم وفسدوا القضاء. قضاء ما جاء نشوفه بعين شكوه، بعد راح انتهى. هاي الناس كلها قاعد في الشوارع. يعذبنا 5-6 ملايين بالسنه حتى يتامل ينجح، حتى يجيب معدل، حتى وما نشيل التعيين. هاي الدرجات الخاصه العليا يضربونها بالهروات، يضربونها بالمي الحار. هذا مستوى التعليم بالعراق. ما كنا نفتخر بالتعليم بالعراق، كنا نفتخر بكل شيء، اذا بالصناعه، اذا بالزراعه، اذا بالتربيه، اذا بالتعليم، اذا بالجيش. هذا الجيش العقائدي، هذا الجيش اللي عنوانه هسه. هسه اليوم ناسي لك الجيش بالشارع بعد الدار اسبوعين، وهذا اخلاق الامام الحسين. عشان يكون هذا كذا الحسين يضحكون على العالم بالدهل بالتجهل. وهذا مستوى دوله، وهذا مستوى العراق. هذا العراق عرق الامه والكوبا جمجمه العرب. يا اسف يا اسف الجمجمه الجن على من سفاهه ايران. يا عراقيين اسعوا على انفسكم، ما حد ترى يحضنكم ولا حد ينقذكم اذا ما تنقذون انفسكم وانفسكم. تظاهرات سلميه، نعم تظاهرات سلميه، نعم. حتى الاسقاط ما خلوا شيء يتم عليهم. تحيات الذهب الغالي. انا شكرا لك. انت بس هدي من اعصابك، انا اخاف عليك والله العظيم، لانه لو تحكي منا الباشر ما حد يسمع. هاي حقيقتنا احنا اليوم.